يعني هي حمله التطعيم اللي بتدعم في كل فتره هي حملات تنشيطيه وزاره الصحه بتعملها علشان تاكد على يعني حرص الوزاره على توفير التطعيمات لكل الاطفال من سن يوم لغايه سن كام؟ خمس سنوات عشان نقدر نعمل الحمايه الكافيه لاطفالنا وابنائنا الصغيرين. وسيادتك تعتبر دي اول وحده تفتحها النهارده لبدء حمله التطعيم ان شاء الله يعني. تنشيط الحمله بادية من بدري، بادية كل انحاء المحافظه، كل المحافظات الصحيه، وفي فرق متحركه موجوده في كل مكان. الطفل يطعم في اي مكان، مش لازم يطعم مره تانية لو في قبله حمله.